مساء الخير زملائي، يعطيكم ألف عافية. اليوم راح نشرح قوى الرياح. خلينا نبلش أول شيء إنه شو هي قوى الرياح، كيف بتأثر على المنشأ. هلق نحن بنعرف إنه إذا أثرت قوى الرياح على المنشأ راح إذا إجت من هاي الجهة، فنحن عنا هاي الواجهة، هاي اسمها الويند وورد، هي اللي بتتلقى قوى الرياح، والواجهة الثانية المقابلة لها اسمها اللي وورد، اللي هي المقابلة. طيب إذا إجت قوى الرياح من هون بتعمل ضغط على هي المنطقة، هي ضغط داخلي على هاي، يعني عم تضرب بالوش. هذا الوش المقابل عم يصير عملية شو؟ سحب للرياح. طيب الضغط دائما ناخده موجب والسحب دائما ناخده سالب. هلا هاي اسمه ضغط خارجي، تمام. الضغط الداخلي هو المتشكل داخل هذا المنشأ، فإذا هاي ضغط خارجي وهذا ضغط داخلي. في عنا معامل ضغط خارجي ومعامل ضغط ضغط داخلي، رح نتعرف عليهم بعد شوي. طيب خلينا نشوف كيف بتأثر المنشأ بالرياح. هلا في عنا أول شيء زوايا للرياح. الزوايا شو هي؟ عنا زاوية تتا تساوي 90، هي الزاوية اللي بتكون على واجهة المبنى، تمام، موازية لطول المبنى يعني. فإذا بس نشوف على واجهة المبنى فهي تتا 90، العمود عليها تتا 0. نحن دائما ندرس تتا 0 تتا 90. بدنا إياكم تركزوا بس كم معلومة وهذول تحفظوهم منازل من النسب. شو هي؟ إنه البعد المعامد لاتجاه الرياح اسمه بي دوما. إذا البعد المعامد لاتجاه الرياح اسمه بي، والبعد الموازي لاتجاه الرياح هو دي، تمام. فاذا هلق اذا كانت هي تتا 0 تتا 90 ما بيختلف التعريف، بيضل المعامد هو بي والموازي هو دي. فاذا رجعنا لهذا الشكل مثلا، او هون شارحها هون هي تتا 90، فبيكون الكروس وايند اللي هو البعد المعامد هو شو؟ هذا هو اسمه بي. فاذا هي تتا 90 هي هو البي. إذا تتا صفر وين صارت البي؟ صارت البي هي وهي المعامد عليها وهي الدي تبعها. فإذا 90 هي البي وهي الدي، الصفر هي البي وهي الدي، تمام. بس هون صرحوها إنه هون الواحد. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نحسب المعاملات. هلا معامل الضغط الخارجي، تمام، في بينقسم لقسمين، سي بي اي 1 والسي بي اي 10. فاذا السي بي اي عندنا سي بي اي 1 وسي بي اي 10. شو الفرق؟ انه السي بي اي 1 للعناصر اللي مساحتها اقل من 1 متر مربع، والسي بي اي 10 لاكثر من 10 متر مربع. طيب نحن اذا عندنا واجهه، فهي الواجهه 100% راح تكون اكبر من 10 متر مربع، يعني ما راح تكون اقل من 1 متر مربع غير بحاله النوافذ او اي شيء تكون مساحته قليلة. فنحن عندنا اللي متعامل مع 90% هو السي بي اي 10. طيب اذا كانت بيناتهم نستخدم العلاقة هاي لنحسب السي بي اي. طيب هلا خلينا نتعرف كيف نحسب السي بي اي. هلا هالكم صفحة هذول هني اهم شيء، بس فهمتون مش الحال. طيب اول شيء بنحسب، اول شغلة بنحسب السي بي اي للجدران الشاقولية، للجدران. فاذا هاي، طيب اذا عندنا اتجاه الرياح هيك، تمام. طيب هدول هني جدران، شو بينقسموا؟ بينقسموا لعدة مناطق. اول شيء المنطقة دي هي المواجهة للرياح. طيب المنطقة اي اللي هي هون، المنطقة اللي هون هي شو؟ المنطقة المعاكسة للرياح. والمناطق الموازية للرياح، يعني هي عندنا هي القوة، هي موازي وهي موازي وهي موازي، هدول هني المناطق، بينقسموا لاي بي وسي. فصار عندنا D الوجه D والوجه E والوجوه A B C موازي و D و E متعامدة. طيب شو نستفيد من هالموضوع؟ نحن بنحسب C B E للجدران، فمنروح للصفحة 41. طيب نحسب أول شيء القيمة E، إذا بتفتحوا على الكود هاي الصفحة 41 بالكود بنلاحظ إنه أول شيء نحسب القيمة B E، عفوا هي
الأصغر بين البي والاثنين اتش. طيب البي شو قلنا؟ هي المعامدة لقوى الرياح، والاتش هو ارتفاع الرمة. فمنلاحظ انه اذا كانت اي اصغر من دي، فاذا انتبهوا، نحن ليش اول شيء شرحنا البي والدي؟ لانه كثير مهمين تعرف شو هي البي وشو هي الدي. البي المعامدة لقوى الرياح، والدي الموازي لقوى الرياح، فبدنا كثير نركز عليها. طيب اذا كانت الاي اصغر من دي، معناتها نحن هون او هون، وبالمسائل رح نعرف اي وحده رح نختار. طيب اذا كانت اي اكبر من دي، هاي او هاي، واذا كانت اي اكبر من 5 دي، هاي او هاي. فاذا هيك شو عملنا؟ اول خطوه عرفنا اي شكل نحن رح نختار. طيب اخترنا مثلا الشكل اي شكل كان، بنروح للصفحه اللي بعده، صفحه 42، بنشوف الاي شو نسبه الاتش على دي، هي كذا، بنشوفها. اذا بين هالقيم هذول بدنا نصير نستخدم نسبه وتناسب. اذا 5 او 1 او 0.25 بنصير ناخذ القيم مثل ما هي. اذا بيناتهم نستخدم نسبه وتناسب. طيب اذا اول شيء بنحسب اتش على دي، بنروح بنشوف قد ايه قيمتها، وبنروح للاي شو السي بي اي 10 تبعه، قلنا 10 مو 1، ال10 مثلا ناقص 1.2، البي كذا، السي كذا، الدي كذا، الاي كذا، بنروح بنطلعهم هدول بنحطهم وين؟ على الشكل. فإذا هيك حسبنا سي بي اي للجدران. خلينا نرجع، حسبنا سي بي اي للجدران، خلينا نروح نحسب سي بي اي للاسقف. الاسقف عندنا اكثر من نوع، خلينا نروح نشوف بالكود. اول نوع هو الفلات سلاب، او الفلات اول نوع الفلات روف. الفلات روف هذا شو هو؟ بيكون السقف شو مسطح، لا مايل ولا له اكثر من مثلا انه له سنامات او شيء، لا بس بس هيك مسطح. طيب في عنا اكثر من نوع. اول شيء الشارب، عفوا الشارب هو اللي بيكون لحاله يعني بدون هذول النتوءات هذول. طيب البارابيت هو اللي بيكون فيه شو، هي انتو هي مثل يا درابزين يا صف بلوك او شيء. طيب الكيرف هو اللي بيكون شو، منحني. المانسرد هو اللي بيكون مشطوف شطف هيك. فعندنا اكثر من نوع. النوع الغالب تداوله بال يعني بالامتحان بيجي اكثر شيء هو شو اسمه الشارب اللي هو بلا النتوءات هذول. فنحن لقينا شو، لقينا الروف، عفوا لقينا شو الشكل اللي بدنا اياه. الشكل اللي بدنا اياه هو هذا، هذا الشكل. بنروح بنزته مثل ما هو، بنزته مثل ما هو. فشو بدنا نروح نطلع بعده؟ بدنا نروح نطلع السي بي اي تبعه. بنروح على الشارب ايفز مثلا، نحن الشارب تمام، بنروح بنطلع السي بي اي للاف والجي والاتش والاي. الاي بنلاحظ انه له قيمتين، هلق بنشرحها بالمسائل. فاذا رحنا زتينا الشكل هذا، حطينا السي بي اي شو هو السي بي اي تبعه، وحطينا حطيناه هون على الشكل هذا. هيك بنكون حلينا الشارب ايفز اللي هو شو، السقف المسطح. طيب طبعا انواع، هلق ما بدي كتر بالشرح، اول شيء خلينا نشرح يعني ضمن المسائل كل شيء ما شرحناه بتوضح معنا. خلينا هلق ننتقل للشيء الثاني. فهذا عرفنا كيف نحسب السي بي اي. طيب خلينا ننتقل لحساب كيو بي زد، اللي هي اهم شغله واللي هي اسهل شيء واكثر شيء مضمون. عم يقولوا لنا اول شيء بالامتحان بيعطيك شيء اسمه في بي، تمام، السرعه الاساسيه. طيب انت شو بتروح تحسب منها؟ بتحسب منها في ام، السرعه الوسطيه. تضربها بشو؟ بي سي او زد معامل تضاريس دوما واحد، وسي ار زد تمام. هلا بنحسبه من الصفحه 24. من الصفحه 24 نحسب السي ار زد، هو كي ار اللي هو هون الصفحه اللي بعدها بلوغاريتم زد على زد صفر. طيب كيف هذول بنحسبهم؟ الزد هو ارتفاع المبنى، عفوا الزد هو ارتفاع المبنى. الزد او هو حسب المنطقة اللي انت عندك اياها، مثلا قال لك المنطقة صفر، منطقة واحد اثنين ثلاثة اربعة كذا،
حسب المنطقة بتروح توجد زد صفر للمنطقة. هلأ ملاحظة انه بجوز ما يعطيك رقم المنطقة، بجوز يشرح لك عن المنطقة وانت تعرف شو هو شو رقم. مراح نوجد الزد او الزد مينيمم. طيب الزد او حطيناه هون لحساب كي ار، كي ار هي 0.19، زد او على زد او 2. شو يعني زد او 2؟ يعني دائما هي القيمة هي 0.05، فاذا القيمة اللي بالمقام هي دائما 0.05. الزد او حسب المنطقة اللي انت معك اياها. طيب حسبنا الكي ار، رحنا لهون عوضنا كي ار، لوغاريتم زد على زد او صار كله معلوم. طيب بس نحن بدنا نعرف السي ار نحسبه من هي العلاقة، من هي العلاقة ولا من هي العلاقة. فشو بنعمل؟ نحسب المقارنة هي. نقول زد اصغر من زد ماكس واكبر من زد مينيمو اذا محققة، معناتها احنا هون تمام. زد ماكس دائما 200 متر دائما، زد مينيمو من الجدول. فصار عندنا شو؟ عرفنا نحن رح نستخدم هي العلاقة ولا هي العلاقة. طيب اذا كانت زد اصغر من زد مينيمو معناتها احنا هون. شو يعني هي العلاقة؟ يعني كأنه نعوض، يعني هي العلاقة كأنه نفس هي العلاقة بس الزد هون شو؟ هي زد مينيمو تمام. طيب في شيء اسمه اتش ديسبليسمنت. هلا اتش ديسبليسمنت رح نشرحه بعد شوي، رح نرجع للعلاقة هاي نشوف شو رح نغير بالعلاقة هاي، بس هلا حاليا فهموها هيك. طيب خلينا نرجع، حسبنا سي ار. طيب حسبنا سي ار، هي الـ H displacement. أنا أقول لك نتيجة وجود المبنى بمكان ما رح يتأثر بالمباني المجاورة، رح تصير المباني المجاورة تحميه من الرياح أو كذا أو شيء. فإذا نحن بهمنا هذا المبنى قديش بيبعد عن المبنى اللي جنبه. طيب هلا قبل ما أبلش الشرح، إذا ما عطاك بعد المبنى عن المبنى اللي جنبه ما عاد بتحسب H displacement أبدا. يعني هي الـ X بيعطيك نفس السؤال، X تساوي كذا، إذا ما أعطاك الـ X ما بتحسب H displacement أبدا. طيب طبعا H displacement صفحة 106. إذا كانت هي الـ X أصغر من 2 H average، H average شو هي؟ عم يقول لك الـ H average هي للمناطق 1 و 2 و 3، 0 و 1 و 2 هي 0، للمنطقة 3 هي 0 إذا ما ذكر لك غير هيك، وللمنطقة الرابعة هي 15 متر. معناتها احنا غالبا ما بنحسب اتش ديسبليسمنت غير للمنطقه الرابعه بس. طيب فاذا نعتبر حنا المنطقه الرابعه بناخذها 15 متر، بنقارن هالمقارنه. اذا احنا هون معناتها هي الاتش ديسبليسمنت، اذا احنا هون هي الاتش ديسبليسمنت. اذا اكس اكبر من 6 اتش افريج يعني المبنى كتير بعيد عن المباني المجاوره. شو يعني؟ يعني اتش ديسبليسمنت صفر. طيب شو بنعمل بهي الاتش ديسبليسمنت؟ هي الاتش ديسبليسمنت بقانون ال CR بدال الزد بنحط زد ناقص H displacement، بدال الزد بنحط زد ناقص H displacement. 90% من المسائل اللي بتجي بتكون H displacement صفر، فما نفكر بهذا الموضوع إلا إذا عطاكم X. إذا عطاكم X معناتها أكيد 100% بدك تحسب H displacement. طيب هي خلصنا من هي الشرح. هلق خلينا ننتقل للشيء اللي بعده. هلق هذول مهم وكثير مهمين، لأن كل عوامل صفر يعني بالنهاية، كل العوامل الواحد بالنهاية. فإذا خلصنا من الحسابات هدول لحسبنا شو؟ الـ VM. طيب حسبنا الـ VM، طيب شو ضل علينا؟ الرو. الرو شو هي؟ هي 1.25. طيب ضل علينا الـ IVZ والسي اي زد وكيو بي. طيب هذول لحساب شو؟ كيو بي زد. كيو بي زد عندنا طريقتين، طريقه هاي والطريقه هاي تمام. حسب شو بيعطيك بنص السؤال تشتغل على الطريقه. اذا اعطاك كيو بي خلص حساب هاي، اذا اعطاك سي اي زد خلص حساب هاي. بس غالبا بيعطيك الفي بي، فبنروح نحن نحسب هاي شو اسمه، بنروح نحسب كيو بي زد من هاي العلاقه. طيب كيف هاي العلاقه؟ فإذا خلينا نروح نحسب هذول العوامل. الـ IVZ، طيب الـ IVZ تمام، الـ IVZ هو من صفحة 27 بالكود.
اي زد شو بقوله؟ هو كي اي دائما واحد على سي او زد دائما واحد، لوغاريتم زد على زد صفر. صرنا نعرف ان زد ارتفاع المبنى والزد او من الجدول. طيب طبعا هاي المقارنة صرتوا تعرفوها شو بدنا ناخذ منها، وهي ما تنسوا انه هاي تعني انه بنعوض بهاي العلاقة بدل زد بنعوض شو؟ زد مينيمم. طيب اذا هاي الاي في زد سهلة. بعد ما حسبنا الاي في زد شو صار فينا نحسب؟ صار فينا نحسب كيو في زد. كيو في زد شو هي؟ 1 زائد 7 اي في زد بنص رو في ام مربع. انتبهوا في عدم تجانس بالوحدات، الرو بالكيلوغرام على المتر المكعب 1.25 كيلوغرام على المتر المكعب، والفي ام بالمتر على السكند. راح تطلع معك كيو في زد بنيوتن. تمام؟ طيب هي انتبهوا. طيب اذا بنحسب على الطريقه الثانيه اللي هي سي اي زد بكيو بي، بنروح بنحسب كيو بي مثلا بيكون عاطينا اياها، واذا ما عطونا اياها هو نص رو في بي مربع. اما سي زد، سي زد شو كيف نحسبها؟ من هاي العلاقة 1 زائد 7 كي اي دائما واحد، كي ار حسبناها وقت حسبنا السي ار، سي او زد واحد، سي ار حسبناها، سي او زد والسي ار تعرفيها، فطلعت معنا السي اي ضربناها بكيو بي طلعت كيو بي زد. تمام؟ فاذا هاي الكيو بي زد خالصة معنا كل حسابات. تمام؟ طيب خلينا هلق ننتقل لشي جديد، وهلق بكون بلشوا تركيز معي. هلق كل شي شرحناه رح نرجع نشرحه بالمسائل، بس حبيت اعمل لمحة سريعة عنه. خلينا نبلش هلق بالشي الجدي، انه اول ما نشوف المسألة شو بنروح نعمل؟ بنروح نعمل هي المقارنة. اول شي بنشوف اتجاه الرياح. اتجاه الرياح مثلا كيف ما كان، مثلا تتا تساوي الصفر، بنروح بنشوف شو هي البي وشو هي الدي، بنسجله على جنب، بنقارن هاي المقارنة. اتش اصغر او تساوي بي معناته نحن عندنا كيو بي زد ثابتة على طول المبنى، ثابتة على طول المبنى. طيب اذا كانت اتش بين البي والاتنين بي معناته شو؟ معناته نحن بنطلع من تحت بي، هاي الى كيو بي زد خاصة، ومن والباقي له كيو بي زد خاصة فيه. تمام؟ وانتبهوا ان الزد تحسب من المبدأ حتى النقطة المدروسة، يعني هاي الكيو بي زد، هاي الزد تبعها هي من هون لهون. طيب الكيو بي زد هاي الزد تبعها هي من وين؟ من هون لتحت، هاي الزد تبعها. تمام؟ طيب اذا كانت h اكبر من 2 b معناتها نحن بنطلع من تحت b بننزل من فوق b والباقي من قسم، بحيث تكون عندنا قيمه قريبه من b. يعني اذا كان عندنا هون 100، عفوا اذا كان عندنا هون 50 وهون 50، ضل بالنص مثلا 80، فبنقسمهم 40 ب 40، يعني صار عندنا منطقتين 40 ب 40، بحيث تكون هاي القيمة الأربعين قريبة من الخمسين. هاي مثل ما قلنا ما تنسوا كيو بي زد هاي الزد تبعها هي كل هاي، كيو بي زد هي كل هاي الزد تبعها، كيو بي زد هاي هي كل هاي الزد تبعها. طيب هلا ننتقل للشيء الجدي اللي هو المسائل. خلينا نروح أول مسألة بالملحق الأول، طبعا هاي خوارزمية طلعوا عليها. خلينا ننتقل لأول مسألة. عم أقول لك جهة الرياح هي هي. طيب نحن هي شو اسمها؟ يعني شو هي تتا تساوي شو؟ هي تتا تساوي، هي تتا تساوي صفر لأنه عمودية على طول المبنى. إذا هي واجهة المبنى، هي واجهة المبنى. تمام؟ وهي عمودية عليها فهي تتا تساوي صفر. لو كانت هيك عفوا كان شو؟ تتا تساوي 90. طيب فهلق نحن عنا تتا تساوي صفر، وعم اقول لك ادرس لي اياها على المين ستراكتشر، على الاطار. يعني عندك اطار 2 3 4 5. طيب ملاحظه بالامتحان بجوز يجيب لك ادرس لي بس على الاطار الطرف الوسطي، او بس على الاطار الوسطي، عفوا غلطت، بجوز يجيب لك بس دروس على الاطار الوسطي او دروس بس على الاطار الطرفي. تمام؟ فبتدرس بس على واحد منها،
أما بحالتنا هي مو محدد، فنحن ندرس إطارات وسطية اللي هن هدول وإطارات طرفية، فمندرس إطار طرفي واحد وإطار وسطي واحد. طيب هاي عرفنا كيف رح نشتغل. إذا خلينا نبلش أول خطوة بالمسألة دائما حساب كيو بي زد. طيب حساب كيو بي زد شو نحنا؟ كيف نحسبه؟ عنا في بي، من الفي بي شو طلعنا؟ طلعنا بقى من الفي بي شو بدنا نطلع؟ بدنا نطلع الفي ام. طيب قبل ما نبلش بخوارزمية حل خوارزمية إيجاد كيو بي زد، شو بنروح نحسب؟ بنروح نشوف إذا بدنا نقسم المبنى أو لا. فإذا سجلوا عندكم أول خطوة هي التأكد من شو؟ من تقسيم المبنى. بنروح للصفحة 40 بنشوف بنقارن بين ال H وال B. طيب شو ال H وشو ال B؟ عنا هي قوة الرياح، معناته ال B هي 30 متر وال D هي 15، تمام؟ وال H هي 12. إذا ال B معامدة 30 15 D ال 12 ال H. نسجلهم على جنب، بنروح بنقارن، بنقارن H مع B، بنلاحظ إنه H 12 أكبر من B 30، معناته نحن عنا من الكود شو بكون؟ H أصغر من B، معناته عنا كيو بي زد واحدة. طيب فإذا أول خطوة تأكد من تقسيم المبنى، ثاني خطوة حساب كيو بي زد. حساب كيو بي زد من الخوارزمية بنبلش أول شيء بنحسب سي آر. أول شيء بنحسب سي آر. طيب سي آر شو بدها؟ بدها الكي آر. كي آر من هي العلاقة زد أو صفر تسعة زد أو على زد أو 2. طبعا بقول لك المنطقة عنا 2، معناته إذا بنروح للجدول بنلاقي هي 0.05 وهي 0.05، فبتروح فبضل ال KR 0.19. طيب منقارن الزد مع الزد ماكس والزد مينيموم. الزد عنا إياه هو ال H 12، 12 أكبر من 2 وأصغر من 200، معناته نحن عنا عرفنا أي علاقة عرفنا أي علاقة لحساب شو؟ ال CR. اذا نحن بالعلاقه هي لحساب السي ار، تمام؟ طيب حسبنا السي ار، شو بنروح نحسب؟ نحسب الفي ام. سي ار بي سي او دائما واحد بفي بي معنيا. طيب الاي في زد هلا شرحناه كمان، بما انه مو عاطينا الاكس معناتها الديسبيسمنت صفر، بنروح نحسب الاي في زد. كي اي واحد على سي او شو واحد، لوغاريتم زد على زد صفر، صرتوا تعرفون كيو بي زد من هاي العلاقة، هاي 1.25، هاي الفي ام اللي طلعت معنا، وهي الاي بي زد اللي طلعت معنا اخر شيء، وخالصين. هيك بنكون حسبنا كيو بي زد. هاي اول خطوة المسألة حساب كيو بي زد، خالصة. الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها هي شو؟ عفوا، اول خطوة تقسيم مبنى، ثاني خطوة كيو بي زد، ثالث خطوة حساب سي بي اي للجدرة. حساب سي بي اي للجدرة قلنا من الصفحة هاي الصفحة 41، نروح على الصفحة 41 بنشوف نحسب شو؟ الـ E. نحسب الـ E، E شو بتساوي؟ المينيموم بين الـ B و 2H. طب الـ B 30 والـ 2H يعني 24، معناتها نحن الـ E شو بتساوي عنا؟ 24. طب الـ 24 بدنا نقارنها مع الـ D. الـ D شو كانت بالمبنى؟ الـ D شو كانت؟ كانت 15، فالـ 24 أكبر من 15، معناتها نحن وين بالكود؟ ال 24 اكبر من 15، معناتها نحن هون، تمام؟ طيب نحن رح نختار هي ولا هي؟ طيب نحن بنرجع للشكل، نحن عندنا شيء سنمي؟ لا، بس نحن لنفهم زياده انه نحن بناخذ الواجهه الموازي لقوى الرياح. هي هي الموازي لقوى الرياح، وهي هي الموازي لقوى الرياح. طيب فبنروح للشكل، بنروح للشكل، هي القوه، هاي الواجهة الموازية لقوى الرياح، هاي، تمام؟ هاي هي قوة الواجهة الموازية لقوى الرياح. شو شكله؟ مستطيل، خلص. معناتها نحن وين هون؟ منروح نحسب هاي الأبعاد، منروح نحسب هاي الأبعاد وهاي الـ H، فبضل عنا حساب CBE للـ A والـ B، وانتبهوا للـ D وللـ E. طيب، منروح نحسبهم. نحسب H على D، H على D قد بتطلع؟
بنحسب اتش على دي، اتش على دي بتطلع 0.8. فاذا بنروح للجدول 0.8 هي بين الواحد والصفر 25، نحسب نسبة تناسب. هلا قوم ما راح تفرق، راح تضل 1.2 ناقص 1.2، هون راح تضل ناقص 1.2، السي مو موجوده، الدي هون راح تطلع قيمه بين هي وبين هي، بالاي راح تطلع قيمه بين هي وبين هي. تمام، نحسب نسبه التناسب، تطلع معنا قيمه سي بي اي للاوجه اي بي ودي واي، هيك بنكون خالصين. طيب خالصين من سي بي اي للاشقر. طبعا هون انا كان لازم ارسم رسمه، خلينا نرسمها سوا. فاذا صار عندنا بنروح شو بنعمل، نجيب نشوف الشكل نفسه اللي على الكود، هذا بنروح نرسمه نفسه. تمام، بنروح نرسمه نفسه مثل ما هو. طيب هون عندنا A، هون عندنا A، هون عندنا B، تمام، وهون عندنا D، هون عندنا E. هذول هن الأوجه، بنروح نكتب القيمة تبعهم، يعني ال CBE لل A قد ايه طلعت؟ ناقص 1.2، بنروح نكتب هون ناقص 1.2. طيب لل B قد ايه طلعت؟ لل B طلعت ناقص 0.8، فبنروح نكتب ناقص 0.8. طيب هلا هون للدي شو بنروح نعمل؟ هلا هون كتبنا الإشارة ناقص، بس هون الدي بنحط أسهم. طيب هاي عنا ضغط هون، وهي عنا شو؟ سحب هون. تمام، وبنكتب قيمة السي بي اي هون. تمام، ملاحظة إنه هون ضروري نكتب الإشارة، بس هون لانه نحن حاطين السهم ففينا ما نكتب اشاره، نكتب بس القيمه تبعه. فاذا هذا هو الشكل اللي بده ينتج معنا. طيب خلينا نروح للخطوه اللي بعدها. اذا الخطوه هي هي السي بي اي للجدران، خلينا نروح للسي بي اي للاسقف. سي بي اي للاسقف نحن عندنا فلات روف، هي فلات، فشو بنروح نعمل؟ بنروح الاي الاي ما بتختلف، الاي معنا 24، الاي بتختلف بس تختلف جهة الرياح. فهون عنا حسبنا الاسقف ولا هي ولا للجدران الاي نفسها. طيب هي الاي، طيب بنروح للسي بي اي لشو؟ للاسقف. بنروح بنزيد الشكل هذا مثل ما هو لانه عنا فلات روف، حطينا الشكل هذا مثل ما هو. تمام، بما انه عنا شارب ايفز، تمام، هي الحالة العامل هي الحالة المتداولة يعني. تمام، بنروح نحسب السي بي اي لل اف، السي بي اي للجي، السي بي اي لل اتش، والسي بي اي للاي عندنا قيمتين. طيب فهلا خلينا ننبهكم على شغله، انه نحن فينا نرسم الشكل هذا، فينا نرسم الشكل هذا ونحط عليه القيم وما في اي مشكله. طيب وفي طريقه ثانيه، انه شو نعمل؟ نروح نقطع، عفوا نروح نقطع هون، نروح نقطع هون. فشو راح يبين معنا؟ راح يبين لنا الوجه دي والاف، الدي على الجدران، اف سقف، اتش سقف، اي سقف، والاي على الجدران. فراح ينتج معنا شو؟ الاطار هذا، وجه دي، الوجه اف، الوجه اتش، الوجه اي، والوجه شو؟ اي. تمام، طيب هيك نحن شو اللي ما دخلنا؟ ما دخلنا الجي، فبنروح نرجع نقطع وين؟ بالنص. راح يبين نفس الشيء بس شو راح يظهر عندنا؟ جي. فهي بنسميه بنهايه الاطار، وهي بنسميه هي بنسميه بنهايه المبنى، وهي بنسميه بوسط المبنى. طيب فهي صار معنا بنهايه المبنى، وهي شو؟ بوسط المبنى. شو الفرق؟ الفرق بس الجي، وهون شو؟ اف. تمام، بس هي حالة اظهار، بس انا بنصحكم دغري زدتوا تبع الكود هذا يظهر عليه كل القيم بلا ما ترسموا اطار. طيب
الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها هي السي بي اي. هلا السي بي اي هي شو؟ الاكسترنال الخارجي، السي بي اي الانترنال داخلي. معناتها شو هلا الانترنال؟ شو هو؟ عندنا قيمتين له، زائد 0.2 وناقص 0.3. كيف راح نحطهم؟ راح نتعلم هون. عندنا طريقتين، عندنا طريقة الإشارات وطريقة شو؟ شو اسمه؟ الجهة على الرسم. تمام؟ هلا بدي اشرح عن الطريقتين، بس خلي كل واحدة بمسألة شكل. فهون أي طريقة شارحين طريقة الاتجاهات. فخلينا هون نشرح طريقة الاتجاهات وهنيك نشرح طريقة الإشارات. طيب هاي طريقة الاتجاهات شو بتنص؟ لأ أول شيء قوة الرياح شو هي؟ هي سي بي إي زائد سي بي آي، انتبهوا، مع إشارة مع جهتهم، ضرب كيو بي زد اللي حسبناها هنيك، ضرب قيمة. شو هي هاي القيمة؟ خلينا نرجع للشكل الأول. عم يقل لك عنا أربع فراغات، كل فراغ 7.5. شو يعني؟ يعني من هون لهون 7.5، من هون لهون 7.5، من هون لهون 7.5، من هون لهون 7.5. طيب معناته عنا التباعد بين الإطارات 7.5. طيب إذا نحن عم ندرس إطار وسطي، شو حصة هذا الإطار من القوة؟ هي نص من هون ونص من وين؟ من هون. معناته نحن نص من هون ونص من وين؟ من هون. فصارت حصته هيك. فإذا شو يعني؟ يعني هو بياخد نص من هون ونص من هون، معناته شو نفسه؟ يعني نفس التباعد بين الإطارات. معناته شو أخذ؟ 7.5، لأنه أخذ 3.75 من هون 3.75 من هون، فضل 7.5. معناته نحن بنضربهم بسبعة ونص. تمام؟ فبتطلع هاي ضرب 7.5 بتطلع 7.6، ف7.6 سي بي اي زائد سي بي اي. منروح هوني اجباري اجباري، بدنا نعمل مقطع بوسط المبنى ومقطع بنهاية المبنى. صرنا نعرف شو يعني وسط المبنى ونهاية المبنى. بوسط المبنى راح يبين معنا جي، وبنهاية المبنى راح يبين معنا شو؟ الاف. تمام؟ طيب خلينا نناقشها. منروح لكل وجه، لكل وجه شو بنعمل؟ اذا بنرسم الاطار منروح لكل وجه، منحط شو السي بي اي تبعه وشو السي بي اي تبعه، بنعوضه بالعلاقه هاي، تطلع معنا قيمه الاف دبليو. خلينا نجرب الدي، شو كانت السي بي اي تبعه؟ 0.77. طيب 0.77 موجبي، شو يعني؟ ضاغطه، يعني هيك. تمام؟ طيب هوني لحتى يتشكل اكبر قوة ضغط، او مو ضغط، يعني لحتى يتشكل اخطر قوة، شو لازم تكون؟ لازم تكون الجهة هاي موافقة لجهة شو؟ القوة الداخلية. معناتها نحن عندنا هاي القوة الداخلية هي شو؟ هيك. وهي القوة الخارجية، يعني نحن عندنا القوة الخارجية طلعناها، نحاول نخلي القوة الداخلية بنفس جهة القوة الخارجية ليتشكل معنا أكبر شو؟ أكبر قيمة لقوة الرياح. طيب إذا هي هيك، فهي بتمثل سحب على هذا الجدار، فهي القيمة، فهي السهم بيعمل سحب لهذا الجدار. طيب السحب شو هو؟ هو ناقص 0.3. طيب فإذا هي داخلي وهي ايه هي ناقص 0.3، بس قلنا هي طريقة الاتجاهات. شو يعني؟ يعني ما نطلع على الإشارة، منروح السي بي اي والسي بي اي بنفس الجهة زائد، تمام، ضرب 7.6 اللي هي قيمة 3، ما طلعت معنا 8.13. خلينا نجرب واحدة ثانية، الجي طلع معنا السي بي اي تبعه ناقص 1.2. هي ناقص 1.2، بس قلنا نحن بدون إشارات، ما نطلع على الإشارات، نسوا الإشارات هلا. فهي عندنا 1.2. طيب السي بي اي تبعه شو هو؟ هو لحتى يتشكل أكبر قيمة لهي، أكبر قيمة لقوى الرياح، فإذا هي لبرا سحب لأنه ناقص، فهي لازم تكون شو؟ بنفس الجهة. طيب بنفس الجهة عملت شو لهذا الوجه؟ عملت شو؟ ضغط، ضغط يعني زائد 0.2.
نحن السي بي اي ما عندنا غير ناقص 0.3 زائد 0.2، ضغط زائد 0.2 سحب ناقص 0.3. هون شو سبب؟ ضغط، معناتها خلص سبب ضغط معناتها زائد 0.2. انتبهوا ما بنطلع على الاشارات، هاي وهي بنفس الجهه معناتها شو؟ جمع بيناتهم اجباري، تمام؟ طيب وهي بنفس الطريقه وهي بنفس الطريقه، بضل عندنا شو؟ الاي. الاي المشكله فيها ان عندنا قيمتين للسي بي اي، فمنروح اول مره بنحسب سي بي اي على اساس ناقص 0.2، معناتها هي جهتها لوين؟ لفوق، معناتها هي الاسهم لفوق، وهي لازم تكون لوين؟ هيك مشان تكون مع الاسهم. طيب اذا بتحسبوا هي القيمه رح تطلع قيمه اقل من هي. فاذا نحن اول حاله عملنا هي لفوق وهي لفوق طلع معنا قيمه، رجعنا تاني حاله السي بي اي للاي زائد 0.2 معناتها كيف؟ لتحت ضغط، وهي لتحت طلع معنا قيمه. بنقارن هالقيمتين وبناخذ الاخطر. نحن قارنا بالقيمتين طلعت هي القيمه اخطر، معناتها هي هي القيمه اللي بدنا اياها. طيب منروح لهون، كل شيء بضل مثل ما هو معناته ما عدا شو؟ الاف. هل هالحكي صحيح؟ لا. ليش؟ لانه نحن عم ندرس اطار نهايه المبنى. شو يعني؟ يعني نحن اذا بنرجع على الكود، نحن درسنا اطار وسط المبنى هون، هلا رح ندرس اطار على طرف المبنى، تمام؟ معناته على طرف المبنى شو راح ياخذ هذا الاطار الطرفي؟ هذا الاطار الطرفي راح ياخذ نص، بس نص من هون. الوسطي كان ياخذ نص من هون نص من هون، الطرفي راح ياخذ بس نص من هون، معناتها مو 7.5 بناخذ نصها 3.75. معناتها اذا بنرجع لتحت، هي اطار، هي هي بنشوف السي بي اي زائد سي بي اي ضرب كيو بي زد 1.1 ضرب شو؟ 3.75 مو 7.5، رح تطلع معنا قيمة. هلق بنشتغل نفس الشغل، طبعا رح تطلع قيم غير اكيد بس الشغل نفسه، وبننتبه انه نحن عم نتعامل مع اف مو مع جي. يعني ناخذ السي بي اي للاف مو للجي. هي حسبنا اطار وسط المبنى ونهاية المبنى. وانتبهوا انه نحن عنا اذا بنص السؤال طلب بس نهاية المبنى او بس وسط المبنى نلتزم فيها بس. طيب هلا المسألة اللي بعدها، هي عبارة عن مشروع، الصراحة هي عبارة عن مشروع، فهي يعني مستبعد تجي، بس احنا خلينا نقتطف بس الافكار الرئيسية منها. اول فكرة ال H، ال H للسقف السنمي مو هو من هون لهون، فبدنا ننتبه بجوز بالامتحان يعطينا بس من هون لهون. فنحن شو بنعمل؟ نجمع له هاي القيمة اللي هي بمثالنا هي 16/2 هي 8، تمام؟ بتانجنت ال 14 شو هي؟ هي الميلان السقف، ليك الالفا هي 14، تمام؟ قديش بيميل هذا السقف؟ بزاوية 14، تمام؟ ف 16/2 بتانجنت ال 14 طلعت معنا القيمة من هون لهون، جمعناها مع القيمة من هون لهون شو طلع معنا؟ طلع معنا الطول الكلي، طلع معنا الطول الكلي من هون لهون. فانتبهوا لهي الشغلة. حساب كيو بي زد ما بيفرق بأي شغلة، رح تحسبوه بنفس الفكرة. طيب بما انه هي مشروع فنحن ما بحدد لنا تيتا محددة، بحدد لنا تيتا 90، بحدد لنا انه انت بدك تحسب التيتايات، فبتروح بدك تدرس تيتا 90 لحال وتيتا 0 لحال. طيب ما تخافوا بالامتحان بحدد لك وحدة منها، تمام؟ او بقول لك ايه، نسيت تنبهكم على هي الشغلة، انه بجوز يقول لك على انه المطبقة على المين ستراكتشر او على المين فريم. شو يعني؟ يعني هي تتا تساوي الصفر بس، تمام؟ طيب هلا خلينا ندرس تتا تساوي 90. تتا تساوي 90 معناتها هي. طب شو البي؟ هي المعامدة، هي هي. شو الدي؟ هي هي، تمام؟ رحنا
نتأكد إذا بدنا نقسم المبنى. فإذا قسمنا المبنى بنلاحظ إنه H اللي هي 8 أصغر من B، معناتها نحن ما في تقسيم للمبنى، تمام؟ إذا تأكدنا إنه ما في تقسيم للمبنى، حسبنا QBZ. هلق بنروح للصفحة 41، نروح للصفحة 41 نحسب الـ E، هي المينيموم بين الـ B و 2H، تطلع معنا الـ E أصغر من D، E أصغر من D. خلينا نركز هون شوي، نحنا معنا الـ E أصغر من D، معناتها نحنا يا هاد يا هاد. طب أيا بدنا نختار، مو دغري سنمي خلص نختار هذا، لا بدكم تركزوا، بدكم تركزوا إنه نحنا عنا شو، نحنا عنا رح نختار الواجهة الموازي لقوى الرياح. خلينا نرجع للشكل، هاي الشكل إذا تتا 90 هيك، معناته الجدار الموازي لقوى الرياح شو هو؟ هو هذا، هو هذا. معناته شو؟ معناته نحن عنا هاي الحالة مو السنمي. ليش؟ لأنه لو كانت هلق، لو كانت تتا صفر، تتا صفر، عفوا تتا صفر هون، معناته شو الموازي لقوى الرياح؟ هي هذا السنمي، فكنا رح نختار هذا السنمي. بس هلق شو عنا؟ تتا 90، معناته عنا هاي الواجهة الموازية للرياح، موازي انتبهوا، معناته شو؟ مستطيل بناخدها. اذا الحالة الاولى تمام، حطينا الحالة الاولى، حطينا A B C، وهي الوجه D وهي الوجه E. حساب السي بي اي صار شيء بديهي عندكم، ما راح نفوت فيه ضيق الوقت. السقف، السقف نفس الشيء، بس ننتبه انه عندنا نحن سقف سنامي، معناته نحن، معناته نحن هذا الشكل السقف سنامي. نروح للسنامي، سنمي هو صفحة 49. انتبهوا، هذه الرسمة بحالة تتا صفر، وهي الرسمة بحالة تتا 90، بس لسو لسنم واحد، تمام؟ لسنم واحد، نحن عنا سنمين. طيب سنمين وتتا 90 عم ندرس أول شيء، فمنروح نفسه هذا، هي هي القمة، منروح نرسم قمة هون وقمة هون كمان، فبصير عنا الشكل هيك، قمة هون قمة هون. ليش؟ لأنه هذا السنم هيك طالع، هيك هيك السنم طالع، هيك 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 هيك، هي خلص السنم. طيب بصير عنا أربع آيات وأربع إتش. هلا بنحط F على الزاوية، نفس الكود يعني ما بنغير، بنحط F على الزاوية وبنحط F على الزاوية هون والباقي جي. فإذا نحن تلعبنا على الشكل تبع الكود، تمام، لصار شكل تاني. والقيم من الصفحة هاي بحالة تتا شو؟ 90، تمام. بنروح حسب الزاوية، انتبهوا حسب الزاوية، زاويتنا 14 هي قريبة من ال 15، ففيكم تاخذوا قيم ال 15، تمام. طيب خلينا نكفي، حسبنا سي بي اي، هلا بنحسب سي بي اي. طيب بنروح دبليو شو بتساوي؟ سي بي اي ناقص سي بي اي بشو؟ بكيو بي زد. انتبهوا، هون طلب ضغط الرياح، ضغط الرياح شو بيتقدر؟ كيلو متر على متر مربع. فما عاد نروح نحسب اطارات وسطية وطرفية مثل ما حسبنا هنيك، لانه طالب ضغط الرياح، ضغط الرياح هو سي بي اي ناقص سي بي اي او زائد سي بي اي بشو؟ بكيو بي زد. بس ما عاد نضرب التباعد بين الاطارات او نص التباعد بين الاطارات، تمام. انتبهوا انه هنيك استخدمنا الطريقة الاولى تبع الاتجاهات. هلق او خليني اجل هاي الطريقة الثانية شرحها لبعدين، خلينا نشوف هون شو عاملين. عاملين هون انه نحن هون حاسبين السي بي اي زائد 0.2 وراسمين الاشكال تبعهم، والسي بي اي السي بي اي زائد 0.2 وحاسبين الشكل تبعه، والسي بي اي ناقص 0.3 وحاسبين الشكل تبعه. شو يعني؟ يعني معتبرين دائما رح نعوض السي بي اي 0.2 هون
ودائما راح نعوض السي بي اي ناقص 0.3. هلا فيكم تضلكم على الطريقه اللي تعلمناها اول شيء. ليش؟ انه هي بتعطيكم الطريقه الاولى، بتعطيكم الحالة الاخطر، تمام؟ طيب هلا بيجي واحد بقول لي انه هذا الشكل كتير صعب المنظور نرسمه. فيك ما ترسمه منظور، فيك انت تحسب اطارات مثل ما تعلمنا هني، تقطع هون وتحسب الاف، وتقطع هون تحسب الجي، ترسم الاطارات، تمام؟ والاي بي سي انتو عاملينه من قبل، فخلص استعرضنا عن المنظور هذا، تمام؟ هي لعادة ناقص 0.3. وانتبهوا، مو شرط انه نحسب مره ناقص زائد 0.2 ومره ناقص 0.3. فيكن مثلا هي هي خلينا ناخذ هي، خلينا بس مشان نبرهن هي الشغله. اذا هي لفوق لانه السي بي اي السي بي اي تبعها سالبه، معناته اللي تحت كيف راح تكون؟ لفوق ناقص 0.3. حلو، طلعت ناقص 0.66. طيب هلا اذا رحنا لهون نفسه بس اخذنا هي ناقص 0.3 يعني سحب لتحت، تمام؟ معناته هي لفوق وهي لتحت. طيب نحن اللي تعلمنا انه هي لازم توافق قيمة هي. طيب اذا هي لفوق وهي وافقتها، معناته صارت هي 0.2. لاحظوا انه هي القيمة اكبر من هي القيمة، فاذا نحن فينا ناخذ دغري الحالة الاخطر. بس هون مفصلين. هلا بنروح للجدران، على الجدران، تمام؟ بنروح هلا انتبهوا، ايه عفوا مو خلصنا خلصنا على الجدران وعلى الاسقف لتتا تساوي 90. هلا بنروح بنحسب كل شيء، نرجع تتا تساوي 0. انتبهوا هاي تتا تساوي 0، معناته شو الوجه الموازي؟ هي هي، معناته صار عندنا هذا هو الشكل، بنقسمه اي بي سي دي اي وبنصير نعرف كيف نحسبهم. انتبهوا اذا بتروحوا للكود، هي تتا تساوي 0 لسنم واحد. طيب هون تلعبنا على هذا الشكل لطلع عنا شو؟ سنمين. بس بحالة تتا تساوي 0 ما فينا نتلعب عليه، بدك ترسمه واحد جديد راسمه انا هون، هذا هو يعني جديد، تمام؟ مو موجود بالكود، فبدكم تحطوه مثل ما هو وتحسبوا ال CBE و CBE و CBI تبعه وتحطوهن على هذا الشكل وبس، تمام؟ انتبهوا انه هون عنا قيمتين وهون عنا قيمتين، فكل وحدة بدنا نحسبها. طلعوا الشكل شو مشربك، حسبنا لكل وحدة قيمتين وبناخذ الأخطر بيناتهم، تمام؟ طيب هلا راح تقولوا لي انه هذا صعب، اي معكم حق هذا صعب، فيكم اذا ما معكم وقت ما تدرسوا هذا المثال، بس لقطوا الافكار الرئيسية منه وركزوا على الامثلة الثانية. خلينا نبلش بهذا المثال. هذا المثال ما في ولا فكرة جديدة غير فكرة واحدة، انه عاطيك قايل لك there's no openings in the surface of a building so that internal pressure can be neglected. شو يعني؟ CBI صفر، يعني CBI ما تطلع فيها، عم بقول لك المبنى مغلق ما في فتحات. CBI شو يعني؟ صفر. فبنشتغل نفس الشيء الشغل اللي اشتغلناه، تمام؟ نشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه بس شو؟ CBI صفر، تمام؟ ما بدي ضيع وقت عليها كتير. طبعا هون رسم منظور، بس نحن قايلكن انه نحن فينا نرسم هذا ونرسم هذا ونستعيد عن، يعني فينا منظور ما نرسمه ابدا. طيب وعاملين هون اطار وسطي وعاملين اطار طرفي وخالصين. هلا ننتقل لدراسة البرج الدائري. وقفوا الفيديو، استريحوا شوي وارجعوا ركزوا الافكار هذيك بعدين هلق مشان نتابع بدراسة البرج الدائري. طيب دراسة البرج الدائري، هلق كيو بي زد ما بتختلف ابدا، بتضلها مثل ما هي، يعني حساب كيو بي زد مثل ما هو. بس انتبهوا البرج الدائري غالبا بيكون ارتفاعه كتير كبير. شو يعني؟ يعني احنا بجوز يطلع عنا تقسيم للمبنى. فاذا منقارن ال H مع ال B اللي هي القطر، فمنلاحظ انه H اكبر من 2B. فاذا منروح لصفحة 40 بالكود، H اكبر من 2B شو يعني؟ يعني ننزل B من هون اللي هي 40 ونطلع B من هون اللي هي 40، شو بيضل جوا؟ 40 و40 من 180 ضل 100. فمنحاول نقسم هي ال 100
بحيث تطلع معنا قيمة قريبة من الـ40. طيب أول شيء الواحد بيفكر إنه خلينا نقسمها 50 بـ50. طيب تمام 50 بـ50. خلينا نفكر بشيء تاني إنه نقسمه على 3، يعني 33.3 و 33.3 و 33.3. طيب بنلاحظ إنه 33 أقرب للـ40 من الـ50، فإذا بنعتمد هذا التقسيم. تمام، فإذا قسمنا 40 بـ40 بـ33.3 كيلو. انتبهوا الملاحظة اللي نبهتكم عليها أول شيء، كل ارتفاع الزد تبعه من الأرض، هذا الارتفاع الزد تبعه من تحت، هذا الارتفاع الزد تبعه كلها، هذا الارتفاع الزد تبعه كلها، وهكذا. تمام، فهدول القيم صار هذا الزد تبعه هو 40 زائد 33.3، هاي الزد تبعه هو هاي زائد هاي، هاي الزد تبعه هو يعني كل هدول، هاي الزد تبعه هو كل هدول اللي هو 108. تمام، فصار عندنا زد لكل وحده، حسبنا CR لكل وحده، حسبنا VM لكل وحده، حسبنا IV لكل وحده، حسبنا QBZ لكل وحده. تمام، فصار عندنا QBZ لكل وحده، هي QBZ لهي، هي QBZ لهي، هي هيك هيك هيك. تمام، نوصل للاخير، كل وحده الى قيمه QBZ. طيب هذا المخطط عليه كل العلامة، يعني عليه جزء كبير من العلامة، فهذا مخطط كتير ضروري. وانتبهوا، برجع بعيد، الزد من الأرض وليست انه هاي الزد تبعها 33، لا، الزد تبعها من الأرض لتحت. تمام؟ طيب عم يقول لك بنص السؤال احسبه على الفاونديشن. شو يعني؟ يعني بالحساب هلق اللي رح يجي بعد شوي ما تاخد غير كيو بي زد اللي تحت تبع الفاونديشن بس. تمام، طيب هلق، فاذا حسبنا كيو بي زد لكل وحده، هلق بنروح نعمل شيء اسمه هلق المبنى اللي عندنا مقيد من الاسفل وحر من الاعلى، فهو يخضع لقوانين تشبه قوانين الهيدروليك. نحسب عدد رينولدز من الصفحه 74، هو بي بي في على نيو، نيو اللزوجي، اللزوجي موجودة بنفس الصفحة بالكود، هي هي. تمام، ال V Z E شو هو؟ هو ال V يعني السرعة لكل Z، يعني شو؟ يعني هي هي ال Z، السرعة لكل Z هي ال V. تمام، ال V شو هي؟ دوما هي القطر. تمام، طب ال V Z شو هي؟ هي تحت الجذر. اثنين كيو بي زد لكل وحدة على رو. طبعا مو تفكروا انه هي القيم الفي، لا، انا بقصد انه الفي لكل زد، بس قيم الفي من هي العلاقة. تمام، بس بقصد لكل زد في الى في، ولكل زد في الى كيو بي زد هي هي. تمام، طيب فحسبنا في لكل زد. تمام، خالصين. هلا بنفتح الكود صفحة 75، بنلاحظ في عندنا هذا، بنلاحظ في عندنا هي، عم يقول لك حسب زاوية الدوران تبع المبنى. شوف خلينا نفهم منهم، عم يقول لك إذا أنت عندك الزاوية بين هي وبين الستين، ففي عندك قيمة لبساي. إذا عندك بين الستين والتسعين، في عندك قيمة لبساي، وبين التسعين والمية وثمانين، في عندك قيمة لبساي. طيب قيمة بساي بين بين الصفر وبين الألفا مينيموم، تمام، وبين الألفا مينيموم اللي هي عنا إياها بهي الحالة 60. إذا الألفا بين الصفر والستين عنا بساي 1، إذا الألفا بين الستين هي 60 والألفا A اللي هي 90، معناتها قيمة بساي متغيرة. إذا الألفا بين التسعين والمية وثمانين، بساي تساوي بساي لمدا. طب بساي لمدا منين بنجيبها؟ بنجيبها من هون، بنروح بنحسب لمدا. لمدا شو هي؟ لمدا وين كانت الحساب؟ من هون. نحن بالحالة الرابعة، بنقول إذا ارتفاع المبنى أكبر من 50، نحن عندنا أكبر من 50، بتكون لمدة هي 0.7L اللي هي 180 على B40 أو 70. شو؟
اللارجر الأكبر بيناتهم. طب إذا بتحسبوا هاي القيمة تطلع كتير صغيرة، فمعناتها اللمدة هي 70. ما نروح هي 70 منقاطعها مع قيمة فاي، فاي خدوها دائما واحد. فإذا بتطلع من هون هيك قاطع مع فاي، بتروح من هون لهون، بتلاحظ انه قيمة شو؟ قيمة بساي لامدا 0.92، تمام؟ فطلعت هي 0.92. طيب نحن ليش عم نعمل هالعملية هي؟ لنحسب السي بي اي. السي بي اي هون شو بتساوي بحل المبنى الدائري؟ هي سي بي او ببساي لامدا، اضربها بكيو بي زد. شو طلعت معنا؟ طلعت معنا شو اسمه؟ سي بي اي ضربناها بكيو بي زد، طلع معنا ضغط الرياح، تمام؟ طبعا السي بي او الالفا مينيموم والالفا اي بكونوا عاطينا اياها. طيب فبعد تعويض العلاقة، فاذا بعد تعويض العلاقة طلع معنا شو؟ هدول القيم. طيب شو بنروح نعمل؟ نعمل الجدول هذا. شو هو؟ اول شيء الزد، زد ارتفاع المبنى طلعنا اول شيء. الفي لكل زد هي شو؟ تحت الجذر 2 كيو بي زد على شو؟ على نيو. طيب طلعناها. رينولدز هي بي 40 دوما، بي في هي على نيو، طلعت معنا عدد رينولدز لكلها. طب الالفا مينيموم والسي بي او مينيموم اعطينا اياها، الفا اي والسي بي او اتش اعطينا اياها، ابساي لامدا اول وحده بين الصفر والستين واحد، ابساي لامدا بين الستين والتسعين هي قيمة متغيرة، ابساي لامدا بين التسعين والمية وثمانين هي شو؟ 0.92. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نرسم هذا الشكل. عم يقول لك هي نحن دائما عندنا سي بي او ببساي بكيو بي زد. طيب كيو بي زد نحن عم يقول لك قلنا للفاونديشن، يعني بناخذ اول كيو بي زد هي 2.835. طيب هي اول شغله عرفناها. طيب خلينا نشوف عندنا هي القيمة، هي طبعا هون نرسم هذا محور تناظر، وبكون كل شيء قيم هون نفس قيم شو؟ تحت. فهي القيمة هي نفسها هي القيمة. طيب هي القيمة مو محصورة بين الصفر والستين، تمام؟ معناته هي القيمة الإبساي تبعها واحد، تمام؟ فهي الواحد. حلو؟ طيب شو السي بي او تبعه؟ سي بي او تبعه ناقص واحد، فهي ناقص واحد، طلعت معنا هي القيمة، تمام؟ طيب هي القيمة دوما دوما بيكون واحدات فيها، تمام؟ بتكون قيمة السي بي او واحد فيها، حلو؟ لأن هون ضغط مشان يطلع معنا قيمة موجبة، هون سحب رح يطلع معنا قيمة سالبة، فهون رح تكون هي ناقص واحد، تمام؟ طيب بنروح للقيم بين الستين والتسعين قيم متغيرة. طيب بنروح للقيم بين التسعين والمية وثمانين، حلو؟ طيب شو بنعمل؟ هاي القيم بين التسعين والمية وثمانين عنا كيو بي زد معنا السي بي او ناقص واحد، لبساي لامدا، بساي لامدا شو؟ 0.92، فطلعت معنا هاي القيمة. إذا ما في مشكلة، بس تحفظوا هاي العلاقة، بساي بسي بي او بكيو بي زد، ساي معنا لكل وحدة، سي بي او معنا لكل وحدة، كيو بي زد معنا ثابتة، تمام؟ وبس هاي القيمة بتكون فيها وحدات، خالصين ارتسم معنا الشكل. إذا بتروحوا للكود بتلاحظوا إنه هذا الشكل مرسوم بهاي الطريقة. انتبهوا، نحن عندنا الألفا اي قديش؟ 90، معناته نحن هذا الجزء بنمدده لوين؟ يعني كأنه الألفا اي هاي شلناها وحطيناها هون، تمام؟ مشان تصير الالفا اي 90. هلا بهي الحاله مثلا بالرسمه تبع الكود الالفا شو بتساوي؟ مثلا يمكن 135، حلو؟ انه هي زاويه منفرجي، نحن بدنا اياها 90، شو يعني؟ ناخذها لهون، فصار الجزء الثابت هذا، صار الجزء الثابت من هون لهون كامل هيك، فصار عندنا شو؟ صار عندنا رسمه ثابت من هون لهون. هي هو انه كيف طلع من الكود. هلا بنرجع بنعيد الحسابات لكيو بي زد اكبر، لكيو بي زد اكبر، لكيو بي زد اكبر، لكيو بي زد اكبر، كل ما طلعنا رح تزيد قيمه كيو بي زد. طيب بس هو شو طالب؟ طالب بس على الفاونديشن، فنحن نحسبها تحت. هيك بنكون خلصنا كل شيء بالرياح، اتمنى تكونوا استفدتوا، يعطيكم الف عافيه.